انا بما قلت ان غادي نقدموها مع شوربه، انا غنقدم واحد الشوربه ديال البلبوله. واو وكتجي رائعه يعني. هذه الوصفه ديال البلبوله كتجي غزاله. انا من المحبين ديال مثل هذه الانواع ديال صراحه ديال الصومبه والشوربات. يلا شوربه ديال البلبوله. عندنا نص كيلو ديال الكروفيت. نص كيلو ديال الكروفيت يعني بقشرته غادي نسلقوه في الماء مثلا اطرو ديال الماء نسلقوه فيه الكروفيت نحيدوه ونقيوه نخليو هذا ونخليو داك الماء لان غنحتاجو هو باش غادي نمرقو لا سوب ديالنا. شاطين هذيك النكهه القويه ديال الكروفيت. كنديروا كناخذوا طنجره كندير فيها الكروفيت هو الاول شويه ديال الزيت كروفيت وكنشحرو مده ديال 4 دقائق هو ما تيبغيش طياب بزاف. كنحيدو تنخليه دو كوتي عاود كنشحر في هذيك الزيت اللي شحرنا فيها الكروفيت كنشحر فيها بصله مشلضه رقيقه بصله بيضاء كنزيد عليها جوج مطيشات مقطعين رقاق يعني منقيين ومقطعين رقاق وانا تنشحر مع ديك المطيشه غادي تذوب ليا ما غاديش تبقى تبان حتى كذوب. كنزيد ورقه ديال سيدنا موسى ونزيدو شويه ديال الملح نص معلقه صغيره ديال الهريسه هي ما غاديش حاره كتجي غير لذيذه وربطه ديال الربيع واطرو ديال الماء اللي سلقنا فيه الكروفيت كنخليه حتى كيغلى كنزيد عليه 150 غرام ديال البلبوله رقيقه مغسوله من قبل ومصفيه وتنخليها مع حنا كطيب عادي بحال غنطيب البلبوله ديالي العادي حتى كطيب كتبان لك طابت كنزيد نرجع داك الكروفيت معاها وتنقدمها بالصحه والراحه راه كتجي رائعه. الله يلاه يا بشرى يعني سهله فيت سهله وغزاله ودخلتي على ديك اللمسه ديال الكروفيت ديال الكروفيت ولات كتبان راقيه شكل اخر ماشي البلبوله البلديه ماشي البلبوله العاديه. يا سلام عليك.